باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد آمين. بالأصالة عن نفسي وباسم المجمع المقدس لكنيستنا القبطية الأرثوذكسية وهيئة الأوقاف القبطية والمجلس الملي العام والمجالس الملية الفرعية وكافة الهيئات القبطية والإكليروس وكل الشعب في مصر وفي الخارج وفي بلاد المهجر، أهنئكم يا إخوتي وأبنائي الأحباء بعيد الميلاد المجيد. بداية أود أن أشكر فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي قدم لنا التهنئة الرقيقة بحضوره المبارك وتهنئة كل المصريين وجموع الأقباط من هذه الكاتدرائية. يهنئ الجميع بالعام الجديد وبعيد الميلاد المجيد سواء في مصر أو خارج مصر. وهذا التقليد الذي أضافه السيد الرئيس هو أحد ملامح الجمهورية الجديدة والتي نحيا بدايتها بكل الإنجازات والمشروعات التي تتم، وهي الجمهورية التي تقوم على المواطنة والمساواة والعدل واحترام الآخر وكل المبادئ الإنسانية الرفيعة. نقدم خالص شكرنا وخالص امتناننا لحضوره وتهنئتنا جميعا، كما أنه أرسل برقية تهنئة رقيقة لنا أيضا، وهذا يعبر عن مشاعر قلبه نحو الجميع ونحو كل المصريين. نشكره كثيرا ونصلي أن يعطيها الله نصلي أن يعطيها الله الصحة ويحفظه دائما سالما ويحفظ مصر وبلادنا العزيزة بكل خير. وأيضا أناب عن فخامته لحضور الصلاة السيد اللواء أركان حرب أحمد علي رئيس ديوان رئيس الجمهورية. كما تلقينا اتصالا رقيقا من معالي المستشار الجليل عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق لتهنئتنا بالعيد. كما حضر إلى المقر البابوي للتهنئة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على رأس وفد ضم السيد المستشار أحمد سعد الدين والسيد الأستاذ محمد أبو العنين والسيد المستشار أحمد عزت مناعة. حضر أيضا لتهنئتنا بالعيد معالي دولة رئيس مجلس الوزراء السيد الدكتور مصطفى مدبولي، وينيب عن سيادته معالي المستشار عمر مروان وزير العدل. كما حضر إلى المقر البابوي أيضاً للتهنئة بهذا العيد فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر على رأس وفد رفيع المستوى من القيادات الدينية وعلماء وأساتذة مشيخة الأزهر، وفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والأستاذ الدكتور محمد حسين المحرساوي رئيس جامعة الأزهر.
كما حضر للتهنئة أيضا فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية. يشاركنا في احتفالنا في هذه الليلة المباركة لفيف من السادة الوزراء سواء بالحضور أو بالاتصال التليفوني، السيد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السيد سامح شكري وزير الخارجية، السيد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، السيدة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السيد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، السيد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، السيد محمد صعفان وزير القوى العاملة، السيد الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، السيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السيد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيدة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السيدة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، السيدة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والسيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، السيد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، السيدة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، السيد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، السيد الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، السيد الدكتور مهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السيد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، السيد الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، السيدة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، السيد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، السيد اللواء مهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، كما يهنئنا بالعيد السيدة الدكتورة فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي، ومن السادة المحافظين السيد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والسيدة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والسيد اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والسيد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، السيد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الأستاذ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، السيد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، السيد اللواء أركان حرب أشرف غريب محافظ قنا، الأستاذ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، السيد اللواء هشام عبد الغني أمنة محافظ البحيرة، السيد اللواء أركان حرب خالد شعيب محافظ مطروح، السيد اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
السيد المستشار مصطفى محمد ألهم محافظ الأقصر، الأستاذ الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، السيد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ. كما حضر إلى المقر البابوي السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ على رأس وفد من السادة النواب، ضم السيدة النائبة فيبي فوزي جرجس وكيل ثاني مجلس الشيوخ، والسيد المستشار محمود إسماعيل عثمان أمين عام مجلس الشيوخ. كما نشكر سيادة الفريق أول محمد أحمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة الذي حضر إلى المقر البابوي للتهنئة على رأس وفد رفيع من القيادات العسكرية، ضم كل من السيد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، السيد الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، السيد الفريق محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي، السيد اللواء بحري أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية، وينيب عن سيادته لحضور الصلاة السيد اللواء أركان حرب علي عادل علي عشماوي مساعد وزير الدفاع، السيد اللواء أركان حرب خالد أحمد شوقي رئيس هيئة تدريب للقوات المسلحة، السيد اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز عبده مدير إدارة الشؤون المعنوية، والسيد اللواء أركان حرب فهمي عبد الرؤوف فهمي قائد المنطقة المركزية العسكرية، السيد اللواء أركان حرب حسام علي محمود مدير إدارة الشرطة العسكرية. يشاركنا أيضاً التهنئة السيد الوزير اللواء عباس كامل مدير جهاز المخابرات العامة، والذي أناب عن سيادته السيد العميد أحمد فاروق والسيدة العميد رانيا عبد العزيز. يحضر أيضاً معنا كما نشكر وزارة الداخلية وعلى رأسها السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الذي هنأنا في المقر البابوي بالأمس على رأس وفد رفيع المستوى من قيادات الشرطة، دم مجموعة من القيادات السيد اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة. السيد اللواء أشرف جبلة مدير الإدارة العامة لشرطة النجدة نائباً عن وزير الداخلية، السيد اللواء نصير خليل مساعد أول الوزير لقطاع الشؤون المالية، السيد اللواء مصطفى سيد أحمد، السيد اللواء أشرف محمود، والسيد اللواء أسامة خلف. كما هنأنا بالعيد السيد اللواء عادل جعفر مساعد أول وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن الوطني، والسيد اللواء محمد الباز مدير الإدارة العامة لقطاع الأمن الوطني بالقاهرة، والسيد العقيد محمد الألفي من الأمن الوطني. كما نشكر السادة المستشارين رؤساء الهيئات القضائية ورؤساء المحاكم والقضاة ورؤساء النيابات العامة. نخص بالشكر معالي المستشار عبد الله عمر شوضة رئيس محكمة النقد رئيس مجلس القضاء الأعلى، معالي المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، معالي المستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة. كما حضر إلى المقر البابوي معالي المستشار حمادة الصاوي النائب العام
كما هنأنا بالعيد معالي المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة، ويحضر عنه المستشار الدكتور أيمن فؤاد رئيس محكمة الاستئناف العالي. هنأنا أيضا السيد المستشار أحمد عبد العظيم مطر القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والسيد المستشار عصام الدين أحمد فريد رئيس محكمة استئناف القاهرة، السيد المستشار عزة أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية. يهنئنا أيضا بالعيد من الأجهزة الرقابية السيد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، السيد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، السيد المهندس أيمن حسام الدين رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك. لفيف من أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية وسفراء الدول والقائمين بالأعمال المعتمدين بالقاهرة بمصر. يهنئنا أيضا من السادة رؤساء وأعضاء المجالس القومية المتخصصة السفيرة مشيرة محمود خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، السيد اللواء أشرف الخطيب أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، السيد المستشار محمود فوزي أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، السيد الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. يشاركنا أيضا لفيف من الأساتذة والرؤساء وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات، الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الأستاذ الدكتور محمود شوقي المتيني رئيس جامعة عين شمس، الأستاذ الدكتور عادل السيد مبارك رئيس جامعة المنوفية، الأستاذ الدكتور جمال عبد الرحيم سوسة رئيس جامعة بنها، السيد الأستاذ الدكتور عثمان السيد شعلان رئيس جامعة الزقازيق، الأستاذ الدكتور منصور حسن أحمد رئيس جامعة بني سويف، الأستاذ الدكتور عبد الحميد السيد عبد الحميد نائب رئيس جامعة دمنهور. كما هنأنا أيضا الأستاذ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، ونشكر أيضا جميع الرؤساء ونواب وأعضاء الأحزاب والائتلافات السياسية والنقابات والجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي الذين هنؤونا، ونخص أحزاب المصريين الأحرار مستقبل وطن الوفد الجديد حماة الوطن المؤتمر الغد مصر القومي العربي الديمقراطي الناصري. يحضر معنا أيضا وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والتنسيقيين. نشكر أيضا المطران أشود مطران الأرمن الأرزوكس في مصر، والمطران جورج شيحان مطران الموارنة. نشكر جميع رجال الشرطة ونواب ومساعدي ومدير الأمن والقطاعات والأفراد على مجهوداتهم في تأمين الصلوات بجميع الكنائس. نشكر وزارة الإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ممثلا في الهيئات الوطنية للإعلام والصحافة لنقلهم وتغطيتهم لصلاة القداس على الهواء مباشرة، وكذلك جميع القنوات الفضائية المصرية والعربية والأجنبية والإذاعة المصرية وجميع وكالات الأنباء والصحف والمجلات التي تقوم بتغطية ونقل القداس الإلهي. نشكركم جميعا لمحبتكم ولتهنئتكم. نحتفل بعيد الميلاد المجيد في بداية كل عام بحسب التقويم الشرقي، والتقويم الشرقي عندنا في مصر يقوم على السنة المصرية القديمة السنة الزراعية التي شهورها
توت باب هاتور، وهي تتكون من شهور حسابية كل شهر 30 يوم لا يزيد ولا ينقص، ويوجد في نهاية السنة شهر رقم 13 نسميه الشهر الصغير أو أيام النسي، وعادة يكون 5 أو 6 أيام. وبحسب هذا التقويم نحتفل بعيد الميلاد يوم 29 كياك الذي يوافق حاليا 7 يناير. واحتفالنا بعيد الميلاد هو احتفال هام لكل البشر، لأن في هذا اليوم في التاريخ انقسم الزمان إلى ما قبل الميلاد وإلى ما بعد الميلاد، فهو حدث يهمنا جميعا. والذين يدرسون التاريخ يؤرخون الأحداث على مستوى العالم كله ما بين أحداث حدثت قبل الميلاد وأحداث وقعت بعد الميلاد. ولذلك يصير ميلاد السيد المسيح حدثا يهم كل إنسان على وجه هذه الأرض. وفي هذا الحدث الذي رغم أنه حدثا كبير وغير متكرر في التاريخ، إلا أن التفاصيل فيه صغيرة جدا. فقد وقع هذا الحدث في قرية صغيرة مغمورة تسمى بيت لحم، وكلمة بيت لحم كلمة عبرية تعني بيت الخبز. ووقع في هذه القرية الصغيرة ليس في بيت أو في محل، ولكن وقع في مزود أي حظيرة للبقر أو المواشي بصفة عامة. وقع هذا الحدث أيضا للقديسة مريم العذراء، وهي الصبية الفقيرة والتي تربت في الهيكل كأنها تربت كده في بيت أو في ملجأ. ووقع هذا الحدث أيضا في ليلة باردة وفي ظلمة الليل. ولكن الشيء الذي نراه في هذا الحدث كشيء كبير هو النور الذي أحاط بأحداث وتفاصيل قصة ميلاد السيد المسيح. النور، والنور يا إخوتي نحن نحتاجه كثيرا في حياتنا، النور. ولما بيحصل كده النور يتقطع مرة في وسط أي مكان وبعدين يجي بعد شوية، تلاقي الناس كده تلقائيا تهتف وتقول الله، فرحانين أن النور جه. النور، النور الذي يحتاجه الإنسان ليس النور المادي فقط، ولكنه يحتاج النور الداخلي الذي نسميه أحيانا الاستنارة. ومغبوط هو الإنسان الذي يسعى دائما للنور ويعيش في النور ويتمتع بالنور. في أحداث ميلاد السيد المسيح وقبل الميلاد جاء القديس يوحنا المعمدان، ويوحنا المعمدان كان نبيا يهوديا مهوبا في المجتمع اليهودي، ولد قبل السيد المسيح بستة أشهر. ويقول عنه الكتاب أنه جاء ليشهد للنور، لم يكن هو النور بل ليشهد للنور، كان شاهدا للسيد المسيح. ومن هذا النور انطلق من تلك القرية الصغيرة لكل إنسان يحتاج إلى هذه الاستنارة الداخلية في حياته. بنتعلم في مدارس وفي جامعات، وبنتثقف بقراءات ومطالعات، وبنعرف حاجات كتيرة
لكن يا بخت الإنسان الذي يمتلئ بالنور. لا تنسوا أيها الأحباء أن العالم منذ خلقه الله والله خلقه في الخير، ولكن دخلت الخطية إلى العالم فعاش الإنسان وصار ميالا للشر، وصارت توجد في العالم صراعات وحروب ونزاعات بأشكال وألوان، وامتد حتى العنف ليس فقط بين الشعوب أو الأمم، ولكن وصل أحيانا نجده في بعض الأفراد وفي الأسر وفي العائلات، وصار الإنسان محتلا بفكر الخطية. وحتى الجائحة التي نعيش فيها ويعيش فيها العالم في هذا الزمان أصابت الإنسان بمشاعر كثيرة، فصار الإنسان يعاني من جفاف المشاعر، التباعد وعدم السلام والكمامة وكل الملحقات والإجراءات التي تتم سببت نوع من جفاف المشاعر، والقعدة في البيت والنزول للضرورة القصوى، وصار الإنسان بهذه الحالة يصاب بحالة من حالات جفاف المشاعر. حتى الأرض التي نعيش عليها نلاحظ أنها في السنوات الأخيرة صارت تضطرب كثيرا، فنسمع عن فيضانات وحرائق وزلازل وبراكين، ثورات براكين، والتغيرات المناخية اللي في العالم كله وذوبان الجليد، ونسمع عن أمور كثيرة جدا تسبب اضطراب وعدم استقرار الأرض، وكأنها تشكو من خطية الإنسان. وصار حال الإنسان من ظلمة إلى ظلمة، فالخطية هي ظلمة، والإنسان الذي يعيش في الخطية إنما بكل أشكالها إنما هو إنسان يحيا في ظلمة، ظلمة القلب. وجاء السيد المسيح لكي ما يعطي للإنسان نورا ورجاء وأملا، ويتجدد هذا العيد سنويا لكي ما يعطي فرصة لكل إنسان أن يأتي ويأخذ من هذا النور لحياته ولخلاصه. وصارت الظلمة اللي في حياة الإنسان لا يبددها إلا الظلام، ولذلك السيد المسيح عندما ولد كما قلت ولد في ظلام الليل، ولذلك نصلي في تقليدنا الكنسي نصلي هذا القداس ليلا. وصارت الظلمة تعبير عن الحال الذي وصل إليه الإنسان، وأين المخرج؟ كان المخرج في ميلاد السيد المسيح لكي ما يكون هو النور الحقيقي الذي يأتي إلى العالم ويمنح الإنسان حياة جديدة. واحد من الآباء في تاريخ الكنيسة له عبارة هامة جدا أحب أن أذكرها أمام حضراتكم، هو قديس اسمه القديس أمبروسيوس، أسقف ميلانو في إيطاليا من القرون الأولى، قال هذه العبارة: إن الحرية تجعل الإنسان حرا من الناس، أما المحبة فتجعل الإنسان صديقا لله. أقولها مرة تانية: إن الحرية تجعل الناس تجعل الإنسان حرا من الناس، أما المحبة فتجعل الإنسان صديقا لله. والمحبة هي الممارسة العملية للنور، الإنسان الذي يعيش في النور فيكون ترجمة هذا النور أنه يحيا في محبة.
في أحداث الميلاد أيها الأحباء نجد ثلاث صور تحكي عن هذا النور وهذه المحبة التي تجعل الإنسان صديقا لله. الصورة الأولى نجدها في أناس بسطاء يسميهم الكتاب المقدس الرعاة، كانوا رعاة لقطعان من الخراف، ليس لهم مكان محدد أو ثابت، والعالم لا يعترف بهم ويعتبرهم ناس رحل، وبالتالي ليس لهم محل إقامة فيعتبروا على هامش المجتمع. هؤلاء كانوا ليلا في البادية يرعون القطعان بكل أمانة، فيظهر لهم ملاك ويقول لهم: لا تخافوا، ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، ويخبرهم عن ميلاد السيد المسيح في المزود. نسمع أن الرعاة دول بكل أمانة وكل بساطة يقوموا مسرعين ويذهبوا إلى المكان الذي أشار عليه الملاك، فيجدوا الطفل السيد المسيح بين أمه القديسة مريم العذراء والقديس يوسف النجار، ذلك الشيخ الوقور حارس سر التجسد. وهؤلاء يقدمون لنا صورة للإنسان الذي يستجيب للنور. ما في واحد يسمع الحاجة الحكاية ويصهين، أو في واحد يسمع الموضوع ويأجله أو يكسل فيه أي حاجة، وفي واحد ملهي في هذا العالم، وفي إنسان عندما تجد أمامه الفرصة وتأتي إليه الفرصة في أي عمل وفي أي استجابة تجده يستجب سريعا. أحيان عدو الخير الشيطان يجعل الإنسان غارقا في خطايا، غارقا في متاعب، ومش واخد باله من نفسه وتنتهي حياته. وفي واحد ينتبه، فالحياة كل يوم أيها الأحباء هي فرص يعطيها الله لنا لكي ما يتدبر الإنسان حاله. قاموا الرعاة مسرعين واستجابوا، وهؤلاء استجابوا لنور الحب، ولذلك حياتهم تعتبر مثال وصورة لأناس صاروا أصدقاء لله من خلال محبتهم. الصورة الثانية نجدها عند المجوس، وهم علماء من المشرق كانوا يعملون في الفلك ويختبرون النجوم، وحسب كتبهم وتقاليدهم عندما رأوا نجما خاصا اعتبروه إشارة إلى ميلاد ملك لليهود السيد المسيح، فجاءوا مسرعين من المشرق لكي ما يزوروا هذا الملك. وهذا ما نسميه، أو هذه الصورة، صورة السعي وراء النور. لقد سعوا وراء النجم، وظل النجم يرافقهم إلى أن أوصلهم إلى مقر المزود، مزود بيت لحم، وقدموا هداياهم التي حملوها. المجوس يمثلون صورة أناس يسعوا، واحد مجتهد، واحد واخد الحياة بجدية، واحد بيتقدم ويحاول يعرف ويحاول يقدم محبته من خلال الهدايا التي قدموها: الذهب واللبان والمر. اللبان اللي هو البخور، والمر أحد منتجات النباتات كما اللبان. هؤلاء يمثلون صورة السعي وراء النور. واحد بيسعى، واحد مش عايز يعيش في ظلام، مش عايز قلبه يبقى
الضلمة، عايز قلبه يبقى نقي، واحد بيسعى. والسعي ده علامة إيجابية في حياة الإنسان، إنه يسعى لكيما يترك الظلمة ويصل إلى النور الذي يبدد كل ظلام في قلبه. صورة الرعاة تمثل الذين يستجيبون لنور الحب، وصورة المجوس تمثل الذين يسعون لنور الحب. أما الصورة الثالثة فهي صورة الذين يتمتعون بالمحبة والنور في حياتهم وفي قلوبهم. هؤلاء نرمز إليهم بالملائكة الذين ظهروا في وقت الميلاد وأنشدوا أنشودة الميلاد: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. هؤلاء هذه الملائكة ظهرت أيضا في ظلمة الليل، ولكن ظهرت بالنور وبالتسبيح وأنشدت الأنشودة الخالدة: المجد والسلام والمسرة. المجد لله والسلام للناس، والمسرة تعم كل البشر. هؤلاء يمثلون الذين يتمتعوا بالنور، اللي عايش في النور، اللي حياته كلها نور. والنور كما قلت يعبر عنه بأعمال المحبة التي يقوم بها الإنسان. فكم هي أعمال المحبة التي في قلبك؟ هي تمثل مقدار النور الذي تحصل عليه. الخطية يعبر عنها بالظلمة وتمنع المحبة. وأعيد على مسامعكم تلك العبارة، أن الحرية تجعل الإنسان حرا من الناس، أما المحبة فتجعل الإنسان صديقا لله. هؤلاء الرعاة، هؤلاء المجوس، هؤلاء الملائكة، القديسة مريم العذراء، القديس يوسف النجار، حتى أصحاب المزود في بيت لحم، بأعمال محبتهم صاروا أصدقاء لله. وطوبى للإنسان الذي يصير صديقا لله. هذه يا إخوتي هي رسالة الميلاد المجيد لنا جميعا. نفرح ونحتفل بها في بداية كل عام، عالمين أن عين الله علينا جميعا يحرسنا من أول السنة إلى آخرها ويدبر حياتنا. يسرني باسم كل الأباء المطارنة والأساقفة الحضور معنا، كل الأباء الكهنة والشمامسة وكل الشعب، أن نقدم خالص الشكر والامتنان إلى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشاعره الطيبة التي يظهرها دائما نحونا، كما نقدم محبتنا وشكرنا وتقديرنا إلى كافة المسؤولين في مصر والذين يعملون بكل أمانة وإخلاص. نقدم محبتنا وشكرنا إلى كل القيادات التي تدير حياة بلادنا العظيمة، والتي نفتخر أنها تتقدم نحو الجمهورية الجديدة بخطوات ثابتة وبإنجازات عظيمة يشارك فيها كل الشعب، يشارك فيها القوات المسلحة في جيشنا الباسل والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهنا في شركة العاصمة، العاصمة الإدارية الجديدة. يشارك فيها رجال الشرطة البواسل بكل قياداتهم ومحبتهم. يشارك فيها كل السادة الوزراء والمختصين ورؤساء الهيئات والذين يعملون من أجل رفع شأن مصر في وسط العالم كله. أحييكم جميعا وأشكركم، ونصلي دائما أن يعطي الله السلام لبلادنا والسلام لكل مناطق الصراع والنزاع على مستوى العالم، ويعطينا أن نمجده في حياتنا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. علشان الإجراءات الاحترازية
أنا هقف تحت هنا وأحييكم جميعا يعني دون سلامات، وبقدم الشكر لجميعكم ونصلي كلنا إن ربنا يرفع هذه الجائحة من حياتنا.